ديزانكي خالتي. اهلا اهلا، شوفوا مين اجا يا شباب. لك اهلين وسهلين بالبنت الطويلة. شو صار لك؟ شو بك ليش هيك ايديكي عم يرجفوا؟ اتذكرت انت شفتينا هداك اليوم لما كنا عم نقتل هديك البنت، وهلا خايفة لانك رح تنقتلي مثل ما انقتلت هديك البنت، مو هيك؟ مزبوط يا ختيارة؟ شو بكي؟ لك ليش خايفة؟ أنا ماني الوحش اللي بده ياكلك. أي؟ بصراحة بدي أقول لك شغلة، بس لا تقولي يا لحدا. أي؟ بتعرفي إنك بنت حلوة؟ بتجنني. أي؟ بصراحة أكتر أنا دائماً بفكر فيكي، طلعي على وشي. مو معقول قديش هالوش بريء، طالعه بتطير العقل اليوم. وبما انك انت عاجبتيني شوي، عندي عرض لإلك. ايه؟ رح اقول لك اياه، وبعدين انت اختاري. بدك تصيري مثل هالختياره شبه ميته؟ ولا تصيري مثل هذيك البنت؟ ميته على الاخير. جاوبيني على سؤالي، ليش انتي ساكتة؟ قولي. ما رح تحكي؟ طيب انا بخليكي تحكي. يلا شباب خدوها. يلا يلا خلصينا. تعي 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 حركي. يلا سبوها. يلا تحركي. امشي من تم ساكت. امشي يلا امشي امشي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.